اسعد الله اوقاتكم اخواني اخواتي، بكل خير. معكم ماليندا بيضه متبسه، ودوم ان شاء الله راح نحكي لكم على واحد الكريم. طبعا كنت حكيت عليه قبل وبقيتوا تسقسوا عليه طريقه الاستعمال الى اخره، فاليوم جبت لكم يعني نحاول نختصر باش يكون الفيديو مفيد غير ممل. المهم، كريم كارينا متوفر في السوق الجزائريه ب 25000، يعني 250 دينار، كاين خليني نقول لكم 35000. صح، هو طلع من هنا لقيت واحد الكوزميتيك يبيعوا فيه 35000، هاو امامنا. انا استعملته الحقيقه ومازالني نستعمله، لانه شوفوا ها ما بقاش فيه، وما نحبش حاجه يعني نستعملها اجور ولا في الشهر، لازم نبدل النظام. ساعات الماسكات طبيعيه، ساعات زيوت، وساعات كارينا. نرجعوا الان الى موضوعنا. كاين حوايج بزاف باش تبداو تفهموهم، هو انه الصبغات سواء كانت المحليه ولا الجزائريه، الاوكسيدان كذلك، عندنا هنا السيلفر والليماش، واي حاجه تعملوها كيماويه على شعركم راح تسبب في الجفاف. بالإضافة هناك أناس كيف أنا شخصيا عندي لغاسين مزيتين ولي بوينت جايين ناشفين، طبيعة شعري هاك، يعني لي بوينت ديما ناشفين، وهذه هي طبيعة الشعر. يعني كاين إنسان هاك، وكاين ناس أخرين شعره ناعم، بالإضافة إنه هو أصل الشعر تاعو جاف فيحتاج إلى عناية. إذا أعطيتكم الآن نوع الشعر، هنروحوا للكريم كارينا. كريم كارينا هو شوي جاي تقيل. طريقة الاستعمال هي طريقتين، كاين ألف طريقة، ولكن أنا اخترت لكم طريقتين. راح نوريكم حاجة، راح نشوفوا الكثافة تاعو. شوفوا الكثافة تاعو البنات، أول حاجة الكثافة تاعو هذه تعني أنه يتحط فقط على الأماكن الجافة. يعني مثلا عندك لي بوينت جافين ولا لي غاسين ولا حاجة، راح تدهني، راح تعملي هاك في اليد تاعك هاكا، وتدهني بيه. شوفوا كيف يذوب، تدهني بيه الشعر تاعك في كل الأماكن اللي تكون جافة، فبالتالي راح تعمل لك ترطيب يومي. اذا تهزوا غير قد حبه الحمص، كميه صغيره جدا. الان الطريقه الثانيه وهي الطريقه الاروع، مثلا واحد عمل لي ماش ثم بعد ذلك حب يدير عنايه تاع الاسبوع، لانه ديما نقول لكم كان درتو لي ماش ممنوع الليسر اول اسبوع، ممنوع السيشوار، ممنوع اي حاجه تخلي الشعر يتهلك. تروحي طول من عندها تحكمي تعمري شعرك كارينا. وش معناها تعمري؟ معناها تهزي كميه معتبره هاك، تسخنها في يدك، ديريها على شعرك، وتغمي شعرك بالمحرمه ولا حاجه، وتخليه غدوه كان لقيتيه يعني شرب، لانه اللي ماشي ينشف الشعر جدا من اول يوم. كان لقيتيه شرب زيدي له، كما لقيتيه شرب تقعدي 3 ايام وتعاودي ديري له بدون غسل، تفهمنا؟ وكي تغسلو تغسلو بشامبو الاطفال اللي يكون خالي من المواد الضاره، ولا تغسلو بشامبو اللي يكون خاص بالشعر الكولوري او المسحوب لونه الى اخره. اذا واش الفايده تاعو؟ اول حاجه راح يرجع الرطوبه للشعر، ثانيا راح يعالج لك التقصف بصفه كبيره، مع انك راح تزيدي ديري نظام يعني معاه، لانه كما قلت لكم الشعر ما تخلوش يوالف بحاجه واحده. بالاضافه انه ما يحمرش ليماش، ما يفسدهمش، يعني كريم مليح للناس اللي دارت ليماش وخافوا يفسد ليهم، سواء كانوا بلاتين ولا في الفير ولا في كما نقولوا نحنا في الاصفر، كامل الالوان ما كان حتى اشكال. اذا البنات هاو الحجم تاعها كبير، هذه تكفيك على الاقل 3 شهور. الان راح نعطيكم الطريقه الثالثه، وهي طريقه سريه راح تستعملوها ككيراتين للشعر، وهذه الطريقه يستعملوها في صالونات الحلاقه والتجميل. كيفاش نديروها؟ اولا في الليل قبل ما ترقدي تعمري شعرك كميه معتبره به، ثم بعد ذلك الصباح تغسليه مليح مليح، تغسلي بصابون الطرف اولا لانه هو ماده لزجه ما يخرجش بالخف، ثم تغسلي بصابون عفوا بالشامبو تاعك، وتشليه مليح وتجبدي شعرك، راح تشوفي كانه عملتي كيراتين للشعر. هذه الطريقه تعمل مره واحده اسبوعيا، فبالتالي راح يعني تعطيك نتيجه رائعه جدا. كاين حاجه اخرى، الناس اللي عندهم غير لي بوينت، غير لي بوينت جافين، فبالتالي ما يديروش على شعرهم اللي يكون دهني. علاش؟ لانه راح تزيدي تهلكي الشعر، الشعره ما تحبش تكون جافه ايا، وما تحبش تكون دهنيه. هذو الشيئين يطيحوها، اذا كانت ليغاسين دهنيه بزاف يطيحوا، واذا كانت الشعره جافه بزاف تطيح وتتكسر. اذا نكونوا يعني عندنا توازن في وضع الكريمات او الزيوت. بالاضافه كاين صبغات تنشف الشعر مثل اندريا دوتي، غارنييه، كاين اصباغ يعني هكا شويه للشعر الرطب تكون تنشفه، فتحتاج الى العنايه بكارينا.
كذلك هي عبوة كبيرة والثمن تاعها رخيص، لأنه أكيد باش تعتني بشعرك يوميا لازم يكون منتج يعني نوعا ما رخيص. وهي خصيصا ركزوا معي للشعر المصبوغ والجاف جدا، لي بوينت ولا البلايص تشوفها في الجفاف ديرو، ابعدوا على لي غاسين. علاش؟ لأنه جذور الشعرة إذا كانت يعني صحيه وما هيش جافه وكذا، كي تزيدوا ديروا لها انتوما الكارينا ولا ديروا لها الفازنين ولا اي حاجه، راح تسقطوا شعره تاعكم، لانه الجذور يتنفسوا وكي تعمروهم وتقعدوا بمسمانه راح تولي كارثه. ديما 2 سنتيمتر على جذور الشعره وتبعدوا. لكن اذا كنتوا راح ديروا كماسك يعني ساعتين فقط، ديروا نورمال يعني خلوه يتغلغل. وتقدروا ايضا كاين طريقه اخرى اللي هي اروع طريقه لتوصل ايضا كارينا للشعر العنيد اللي يكون ما يستقبلش الزيوت وما يستقبلش الدهون، هي انكم تجيبوا كاب تاع الدوش اللي هو بالبلاستيك هذاك كسبوا بيه، وتجيبوا منشفه وتحطوا كارينا على شعركم وتلبسوا الكاب، ومن بعد ديروا منشفه سخونه على شعركم وتلفوه وتقعدوا بيه ساعتين. هذا واش راح يعمل؟ يعمل عمل البندويل او هذوك الحمامات تاع الزيت العميق اللي تعملوا في لي صالون. كي تجبدي شعرك راح تشوفي النتيجه بعينك، ما نحكي لكش يعني نعومه ولا معان، تعيد اللمعان للشعر، تعيد وترمم الشعره، بالاضافه انها تنحي التقصف مع الاستعمال الطويل الامد. ان شاء الله تكونوا يعني بنات فهمتوني. حنحي هنا الصبغه تاع غارني لانها دايره اضاءه قويه. فهاوليكم المنتج ب 250 دينار، راح تلقوه في السوق الجزائريه ومتوفر. ايضا كاين حاجه اخرى، كاين ناس سقسوني هل نعملوه البري 5 سنين ولا لا؟ ممنوع، لانه هي فيها مواد احنا ما نعرفوهاش، فبالتالي كي يكون الانسان بالغ يعني الفروه تاعو شعره يتحمل وكذلك المناعه تاعو. فديروه فقط اذا كنتم حابين ديروه لولاد صغار يعني من 10 سنوات الى 15 سنه، هنا ديروه غير من تحت يعني بعدو خلاص على الجذور تاع الشعره، وديروه باذن الله لن يضر. كذلك يستعمل للرجال اذا كان عندك الزوج تاعك يعني الشعر تاعو جاي فريزي ولا راهو ناشف، خليه يديرها في الليل الصباح كي يدوش، راح تشوفي يعني النتائج منها من اول اسبوع. كذلك نعطيكم البديل، نعرفكم باللي دائما تحوسوا على البديل، اللي ما يحبش القوام تاع كارينا والرائحه، انا ثاني جتني قاطعه شوي لاني ما نحملش الروائح اللي تكون قويه يعني راني نشم مليار ما نحملش. فتقدروا تعوضوا كارينا بزيت الموز، كنت حطيته لكم في القناه، ما كانش وحده في الجروب تاعي اللي انا فتحته لكم ان شاء الله نخلي لكم فيه الرابط هنا في صندوق الوصف، ما كانش وحده ما استعملتش زيت البنان ومطور شعرها ما غثاش لانه يكثف الشعر لدرجه ما تصوروش. وراني جايبه لكم وصفه سريه لاحد الصالونات اللي نخدموا بها قبل حنا كي نديروا ليماش، لانه كنت ندير سوا بعد ليماش يعني في نفس الجلسه ندير لها ليماش وندير لها سوا، ندير لكم واحد الماسك يعني كنت نستعمله ان شاء الله يرجع لكم الشعره تهبل. ونعطيكم ايضا الماسك البديل للبنات اللي يكونوا يسكنوا وحبيباتي في الغربه، تحيه لكم. فهذا هو كريم كارينا، اشفاو عليه، ديروا كابتور يدير 25000، طبعا اخرين يبيعوا فيه ب 35000 زادوا فيه. كاينه حاجه اخرى قلتوا لي كاين زيت جوز الهند، كارينا بزيت جوز الهند ما جربتوش، ان شاء الله كي تملي هذه راح نزيد نجرب تاع زيت جوز الهند. وكاين اخت قالت لي ديري تاع سموها لي ربي جايه في الغوز نظن هكا، هي نجربهم معليش لا، خاصه انه هذه ريحتها يا الهي لم احتملها. فهذه كارينا كما قلت لكم، عطيت لكم كل الطرق. الان راح نختصر لكم الفيديو في 3 ثواني او 4. كارينا توضع كبندويل، توضع على الشعر بكمية معتبرة، ثم يوضع عليها الكاب ومنشفة ساخنة فتتغلغل في الأعماق، هذه الطريقة الأولى. ثاني حاجة تستعمل ككيراتين للشعر، توضع ليلا وتغسل صباحا وتجبدي باليسار تحصلي على كيراتين طبيعي للشعر. ثالثا تدهن يوميا فقط على الأماكن الجافة، ممنوع من عنبات تحطوا أي كريم دهني على لغاسين تاعكم إذا كانت ماهيش جافة، وأصلا ما تحطوش كارينا على لغاسين تاعكم إلا في حالة واحدة تكون تغسلوها في نفس الساعة يعني بعد ساعة راح تعملوها، لأنه جذور الشعرة راح تعاني من التساقط كي تقفلوها. كان هذا هو فيديو اليوم، اختصرت لكم آخر 3 دقائق، إن شاء الله يكون فاتكم. في كل مرة نحاول نعطيكم علاجات للشعر المصبوغ والشعر التعبان وهكا. والسلام عليكم ورحمة الله، ما تنسوش تخلونا تعليقاتكم، تنضموا في الجروب ثم راني نجاوب فيكم. وش نقول لكم؟ باي باي، إن شاء الله يا ربي يلقينا في رمضان إن شاء الله. سلام.